في الزمن اللي احنا فيه الزوجه هي اللي بتحكر جوزها، تقول له خد ارميني في اي حته، ارميني في الشارع يا محمد، ارميني يا ابني. عايز اقرا كومنتات دلوقتي. اهلا بيكم. النهارده قضيه بتشغل كثير من الناس، يعني الام دي بعد ما تخلف وتربي وتكبر وتعلم وتجوز، بعد كده نعمل فيها ايه؟ يعني الام الشيء العظيم الجميل الحنين ده اللي بيجيبك الدنيا ويوكلك ويشربك ويربيك ويعلمك ويفرح بك يوم جوازك ويشيل ولادك لما بتكبر لما بتخلف، طب بعد ما تكبر هي نعمل فيها ايه؟ تعال نشوف القصة دي اللي فيها عبرة وفيها عظة وياريت نتعلم منها. زوج اسمه محمد عنده 33 سنة وهو موظف في المتحف المصري، ده من الآخر بقى. أنا متعاطف معاه جدا، يعني بأمانة أنا متعاطف مع محمد بغض النظر عن اللي عمله، أنا متعاطف معاه جدا جدا جدا. محمد 33 سنة موظف في المتحف المصري، متجوز رضا عن قصة حب شديدة جدا وعنيفة جدا وهي عندها 27 سنة، وربنا كرمهم بشقة جميلة والدنيا زي الفل، وهو شغال بعد الظهر بعد المتحف المصري والأمور زي يعني مستقر، لغاية ما والده توفى وأصبحت أمه لوحديها. طب هيسيب أمه لوحديها؟ وخاصة المسافة بينه وبين أمه مسافة السفر، ما ينفعش. فهلا انا عايز بقى اعرف هو غلط محمد لما قال اجيب امي تعيش معايا؟ هي الام دي مش واجب علينا؟ مش القران قال لك وبالوالدين احسنا؟ ده احنا ما نقدرش نقول لهم اوف، ربنا يحاسبني على كلمه اوف بس. الرسول مش قال امك ثم امك ثم امك 3 مرات؟ يعني القران قال الا الام والرسول قال الام 3 مرات. طب الام بعد ما تكبر وجوزها يموت وتبقى لوحديها، مين يراعيها؟ مين يوكلها ومين يشربها ومين يدخلها الحمام ومين حتى يلبسها البامبرز؟ مين يوكلها بقها؟ الجماعه الكبار على فكره عاملين زي الاطفال الصغير، محتاج اللي يرضعهم. مين يغير لهم هدومهم؟ مين يحميهم؟ مين يسرح لهم شعرهم؟ مين يمسح لهم بقهم مطرح ما بياكلوا؟ ايه خلاص الواحد لما يكون عنده ام وصلت من العمر ارزاله نرميها في الشارع نوديها دار مسنين؟ ليه؟ محمد ما غلطش، خد امه اللي قاعده نظرها رايح خدها عنده البيت علشان هو اللي يراعيها، ابنها ما عندهاش غير. طبعا الزوجه رضا مش عاجبها الكلام ده، قالت له انا لامك، ايوه دي امي اوديها لمين؟ ماليش فيه. من اول يوم محمد جاب امه ومراته حطها في الهم والغم، وكل يوم خناقات ومنعت نفسها عنه. سبحان الله، يعني الرسول يقول لك الهاجر الراجل عشان يأدب زوجته يهجرها؟ لا، في الزمن اللي احنا فيه الزوجه هي اللي بتهجر جوزها. قالت له مش هتلمسني، لا انا لا امك. قال لها طب قولي لي اوديها فين؟ قالت لي ماليش فيه، انا مالي، وديها زي ما تعمل توديها، انت ابنها الوحيد ما عندها بنات. ايوه يعني انت عايزاني اروح اودي امي عند بنتها عشان جوزها هو اللي يصرف عليها؟ عشان جوز اختي هو اللي يتولاها؟ هو اللي يجيب لها العلاج وهو اللي يجيب لها الاكل وهو اللي يشربها وهو يوكلها؟ قالت له لا يا حبيب، لو على الاكل ولا الشرب بسيب لهم فلوس، واختك هي اللي تراعيها، ده واحده ست المفروض بنتها هي اللي تغير لها وهي تخلعها وهي تحميها. يعني حلو لما تاخد امك الحماه تخلعها وتحميها وتسبحها وتلبسها؟ المفروض بنتها. قال لها ايوه بنتها لو عايشه لوحديها، لكن ده جوزها وعيالها، جت وانا برضو عندي عيال، امك ما تقعدش عندي في البيت. يقول لها ما اقدرش اروح اقول لاختي ايه، اروح اقول لجوز اختي انا مراتي مش راضيه، خد انت امي، لو البيت بيت اختي اقول ايوه، لكن ده بيت جوز اختي ما اقدرش اروح لجوز اختي اقول له خد امي. قلت له ماليش فيه، ما اعرفهاش. كل يوم في نكد وكل يوم في خراب وعكننة، والام تصحى الصبح تصبح عليها ما ترضاش ترد عليه، تقول لها ما تروح عند بنتك، انت قاعده عندنا ليه؟
تقول لها يا بنتي انا مطرح ما توديني ودوني ارموني في الشارع، يقول لها ماليش فيه قولي لابنك. طب انا مضايقاكم في ايه؟ ما انا نايمه في الصلاه اهو، مش مضايقاكم ولا بسمع من حس ولا غيره، بتجيبوا لي اكل اكل، ما بتجيبوليش ما باكلش، بتشربوني اشرب، ما بتجيبوليش ما بقول لكمش اشرب، ما بقول لكمش اي حاجه خالص، ولا عمري قلت لكم يا اولاد دخلوني هنا ولا ودوني هنا، ما انا قاعده ساكته، ده انا ميته وبالاسم عايشه. قالت له ماليش، وجودك في البيت غيظني، انا بكره مش عايز اشوفك. الست تقول لابنها لما يجي، يا ابني مش عايز انكد عليك، خدني ارميني في اي حته يا حبيبي، وتدوس على ايد ابنها تقول له خد ارميني في اي حته، ارميني في الشارع يا محمد، ارميني يا ابني، انا مش عايز اخرب عليك، انا مش جاي اخرب عليك، الله يرحم ابوك سابني الهم من بعده. يقول لها يا امي انت في عينيا، يا امي انت في عينيا، ما اقدرش. قالت له مراتك زعلان وانت زعلان، وانا حاسه ان انتوا الاثنين حتى زعلانين من بعض. ما تعرفش ان الهانم مراته رضا منع نفسها نهائيا انه يلمسها، بتعاقبه بدل ما الزوج يعاقب مراته بالهجر، الزوجه هي اللي بتهاجر، هي اللي بتعاقب جوزها بالهجر. قالت له مش هتلمسني ولا هتقرب مني غير لما تغور امك، بنفس اللفظ، مش لما تمشي امك، لما تغور امك من البيت. يقول لها طب هي بس عرفيني، هي قالت لك حاجه زعلتك، زعلتك في حاجه؟ تقول لها شكلها بس لوحدي بينرفزني، انا مش طايقاها في البيت. يقول لها خلي بالك ده كله سلف ودين، بكره لما نكبر ولادنا هيعملوا فينا، اعملي فيها خير هتلقاه والله. قالت له مش عايزاه، لما اكبر هقول لولادي ارموني. الزوج ملهاش فايده، يعمل ايه؟ هي شقه امه بعيده خالص، فراح استاذن من صاحب البيت وقال له في اوضه فوق السطوح هستاذنك هاجرها منك واحط امي فيها. قال له يا ابني لا فيها دورة مية ولا فيها حاجة، ده عشة فراخ. قال له زي بعض، هعمل ايه؟ انك تطيرني. الراجل حس بيه، قال له خلاص وليك عليا يا عم، كان فيه دورة مية على السطح تاني كنت قافلها وباخدها انت يا عم مفتاحها. راح الراجل جاب سرير وحطه، وجاب له امه راديو وطلعها فوق، قال لها سامحيني يا ماي. قالت له مسامحك يا ابني، مسامحك يا حبيبي، بس حقك علي، زعلتك انت ومراتك. قال لها لا يا امي. قال لمراته بقى استريحت دلوقتي؟ اهو يا ستي امي سابت البيت، كانت مضايقاكي فجات له كده انا مستريح، يبقى المفروض المشاكل تخلص، يعني المفروض رضا تستريح. طيب تطبخ، عايز يطلع الاكل لام، تقول له لا الاكل ده ليك ولولادك. ايوه طب امي ماليش فيه. يا بنت حرام عليك، امي جعانه فوق، روح هات لي اكل من بره، انا حالفه ما تاكل من ايدي. يقول لها طب ده مش طبقي انا، هاخده اديه لامي، ماكيش دعوه. قالت له خلاص ما تاكلش انت. يطلع شويه الرز لامه وحته اللحمه بتاعته لامه وطبقه السلطه، يقعد يوكلها بنفسه ويغير لها هدومها ويدخلها الحمام، الحمام ما فيهوش حتى ما يعرفش يسبح امه عشان يحميها، ما فيش، ويدخلها الحمام. والاوضه دوره ميه عاديه مش افرنجي، ودي كسيحه، كان بيجيب لها كرسي وكسر الكرسي، لعن القعده بتاعته كان بيقعدها على الكرسي. طبعا الكل ده كان بياخد وقت، ينزل لمراته، ايه مش كنت عند امك؟ خليك عند امك. يا بنت افتح روح حرام عليك. لا يا سيدي ما دام عند امك خليك عند امك. طب انا عايز انام. نام عند امك، خدها في حضنك ونام. يا ست حرام عليك، ما انا سبتها، خليتها سبت البيت كله وديتها في اوضه تاني. قالت لا يا حبيب انت طلعتها لي فوق في الطلعه والنازله طالع لها، طب انا اللي استفدته؟ قال لها يعني انا حلو جوه معاكي، ما انت يعني لا بقعد معاكي، انت بلقى مني كلمه حلوه؟ قالت له ماليش فيه. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني خلاص، لا انا لا امك. قال لها ما انا بعتها فوق. قالت لا برضه، ما انت كل شويه طالع لها ونازل لها واكلك بتطلعه لها. قال لها يعني اموتها؟ قالت له خلاص، لا تموتني لا تموتها. الكلمة دي شعشعت في ودنه. الزوجة بتقول لزوجها خلاص ما دام انت مش طايق على بعاد امك ومش قادر على بعادي، عايز تاخد حقوقك مني، انا بقول لك اهو، لا انا لا امك. قال لها ما اقدرش. قالت له خلاص، لا تموت امك لا تموتني. محمد يعمل ايه بقى؟ الكلمة دي زي ما قلت لكم سمعت في ودنه، لا تقتل امك وتريحها من الدنيا وهي ست مشلولة وست عاجزة، لا تموتني انا وخليك لامك وحضن امك. يا ترى بقى محمد هيختار ايه؟ هو ده السؤال اللي عايزكم تكتبوا الكومنتات دلوقتي قبل ما اقول الختام، يعني عايز اقرا الكومنتات دلوقتي.
اشوفكم انتوا كاتبين ايه، متوقعين ايه، هيقتلها هي ولا هيقتل امه علشان خاطر يستريح. حطته في اختيار صعب قوي، لا يقتلها لا يقتل امه. هو خد القرار، كتبت التعليقات اقول الختام. هو خد القرار، محمد الموظف اللي في المتحف المصري خد القرار. ايه هو القرار بقى؟ الله قال في نفسه خلاص خدت القرار، فعلا لازم حد يختفي من الوجود، لا امي الست الكبيره العجزه، لا انت يا رضا يلي عندك 27 سنه ولسه جايبالي بنت عمرها 4 شهور. تخيلوا عندها بنت عندها 4 شهور. المهم طلع بيت عند امه، صحي تاني يوم راح الشغل ورجع بعد الظهر، خبط على الباب، قالت له ايه هتاخد اكلك انت تديه لامك ولا هتاكل انت؟ قال لها لا خلاص عرفت غلطي، انا لا امي ولا غير امي، انا بنتي محتاجاكي ومحتاجاني، امي انسيها. قالت له يعني خلاص؟ قال لها خلاص. دخل كل اكله واطمن ان هي مش هتطلع اكل لامه، وكل اللحمه بتاعته وقال ادخل اريح شويه. قالت له وانا جايه وراك، ما انت لازم ما دام سمعت كلامي اكافئك. قال لها هتكافئني ازاي؟ قالت له هلبي لك كل طلباتك، واول طلب نداء الجسد. ضحكوا مع بعضهم، دخل اوضه النوم، فعلا لبت نداء الجسد وشبع 100 100. وخلاص قالت له انا عرفت انت بتحبني، هتعمل في امك ايه؟ قال لها هتعرفي في الليل مكيش دعوه. قالت له 7؟ ايوه كده، ست كبيره لا تدرميها عند امك، لا توديها ملجا، توديها مصحه، لا اخلص منها، ده انت لو حطيت المخده على وشها فطستها هيقولوا مات. قال ما انا في دماغي كده برضه، هي عايشه تعمل ايه؟ ما هي ست كبيره، ده انا هريحها من الدنيا. قالت له تسلم، وخلي بالك لو عايزني اطلع انا معاك اطلع، نحط المخده فوق دماغها نموتها، والطبيب هيكتب ان هو ست كبيره في السن اللي بعديها 70. بالفعل الزوج جه الليل طلع عند امه، قعد معاه شويه وراح نازل. قالت له ايه؟ قال لها خلاص بكره الصبح. قالت له انا مجهز هدوم السوداء وليك عليا اعمل لها جنازه وصوات ما حد يعمل. قال لها خلاص. على الفجر قام من النوم، دخل المطبخ جاب سكينه ودخل على مراته. في الليل دخل المطبخ جاب سكينه ودخل على مراته وهي نايمه. قال لها انت خيرتيني وانا اخترت. قالت له وانا بحبك، ده انت ضحيت بامك عشان خاطري وانا هنسالك دي؟ قال له انا عمري ما كنت اضحي بامي عشان خاطري. راح خبطها في رقبتها بالسكينه، الدم ابتدى طبعا يملى السرير، قعدت تزعق. راح اول مره نشوف خبطه سكينه بالبق هنا تطلع من الناحيه الثانيه في وشها، وبعد كده طلع السكينه وابتدى ينغس فيها. قال لها ما بحش امي ابدا، ولو كانت عظم في وفه تموتي انت وتعيش امي حتى لو باقي لها يوم، والطفله الرضيعه دي ليها رب يربيها. وبعد كده راح مسح السكينه وبصماته وراح طلع السحب وراح كمل يومه عند امه فوق، ونزل تاني يوم وراح الشغل مفيش مشكله. رجع بعد كده من شغله بيخبط على مراته، لقى البت بتعيط، استغاث بالناس، فتحوا الشقه لقوا مراته ميته، قال لك مراتي اتقتلت وسرقوا ذهبها وعمل فين. لكن هيهات رجال الشرطه كانوا من الفطنه ومن الذكاء بالتحريات عرفوا ان كان في مشاكل بين الست وبين امها، وان الزوج كان حيران بين الاثنين مش عارف يراضي مين ولا مين. بتضييق الخناق على الزوج وبكشف الكاميرات اللي في الشارع ما حدش دخل ولا طلع، قالوا ما فيش غيرك انت بالظبط كده. تضييق الخناق عليه اعترف ان مراته خيرته، لا هي لا امه، فهو اختار امه ما اختارش زوجته. انا طبعا متعاطف مع محمد رغم أنا ضد الدم وضد القتل، لكن هو يعمل ايه في امه يرميها؟ يرميها يعني اخر التربيه واخر التعليم واخر انه كبرت وتجوز تروح يروح يرميها؟ ما حدش يقول كده ابدا، دي زوجك كفره رحمه الله عليه بقى، ربنا هو اللي حاسبها ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.